أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج فاحصين الكتب. وصلنا لصفر العدد وهو صفر البرية، وما أعلنه لنا الكتاب تعليميا كشفت عنه البرية عمليا. أعلن لنا الكتاب في عهديه، في العهد القديم أعلن لنا فشل الإنسان، وفي العهد الجديد أعلن لنا عن النعمة الإلهية التي لنا في شخص الرب. هذا بعينه ما كشفت عنه البرية، كشفت لنا فشل الإنسان والنعمة والجود الإلهي العظيم. فشل الإنسان في كل شيء، عندما غاب الإيمان ظهر التشكك وعدم اليقين، وعندما غابت الطاعة ظهر التمرد والأمين. وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1000 من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل 1000 من كل سبط، 12,000 مجردون للحرب. فأرسلهم موسى 1000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفنحاس ابن إليعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يدي. فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وإليعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة، إلى عربات مؤاب التي على أردن أريح. فخرج موسى وإليعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات. وأما أنتم فانزلوا خارج المحلة 7 أيام وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم 3 وفي 7، أنتم وسبيكم، وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه. وقال إليعازار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى، الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا، غير أنه يتطهر بماء النجاسة. وأما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء، وتغسلون ثيابكم في اليوم 7 فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون المحلة. وكلم الرب موسى قائلا: احصي النهب المسبي من الناس والبهائم، انت وإليعازار الكاهن
ورؤوس اباء الجماعة، ونص في النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين كل الجماعة، وارفع زكوة للرب من رجال الحرب الخارجين الى القتال واحدة، نفسا من كل 500 من الناس والبقر والحمير والغنم، من نصفهم تأخذونها وتعطونها لألعازار الكاهن رفيعة للرب، ومن نصف بني إسرائيل تأخذ واحدة مأخوذة من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم، وتعطيها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب. ففعل موسى وألعازار الكاهن كما أمر الرب موسى، وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتنمها رجال الجند من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس 32,000، وكان النصف نصيب الخارجين الى الحرب عدد الغنم 337,500، وكانت الزكوة للرب من الغنم 675، والبقر 36,000، وزكاتها للرب 72، والحمير 30,000 و500 وزكاتها للرب 61، ونفوس الناس 16,000 وزكاتها للرب 32 نفسا. فأعطى موسى الزكوة رفيعة الرب لألعازار الكاهن كما أمر الرب موسى. وأما نصف إسرائيل الذي قسمه موسى من الرجال المتجندين، فكان نصف الجماعة من الغنم 337,500، ومن البقر 36,000، ومن الحمير 30,500، ومن نفوس الناس 16,000. فأخذ موسى من نصف بني إسرائيل المأخوذ واحدا من كل 50 من الناس ومن البهائم، وأعطاها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب كما أمر الرب موسى. ثم تقدم إلى موسى الوكلاء الذين على ألوف الجند، رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقالوا لموسى: عبيدك قد أخذوا عدد رجال الحرب الذين في أيدينا، فلم يفقد منا إنسان، فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده أمتعة ذهب حجولا وأساور وخواتم وأقراطا وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب. فأخذ موسى وألعازار الكاهن الذهب منهم كل أمتعة مصنوعة، وكان كل ذهب الرفيعة التي رفعوها للرب 16,750 شاقلا من عند رؤساء الألوف ورؤساء المئات. أما رجال الجند فاغتنموا كل واحد لنفسه. فأخذ موسى وألعازار الكاهن الذهب من رؤساء الألوف والمئات، وأتيا به إلى خيمة الاجتماع تذكارا لبني إسرائيل أمام الرب. أصحاح 31 اللي قدامنا انتقام وحرب وغنيمة، وربما ده يشكل عثرة للقارئ. لكن خليني أقول، هل الله قدوس؟ الإجابة نعم. هل الله عادل؟ الإجابة نعم. هل الله عنده محاباة؟ الإجابة لا. وحاشا لله من
المحاباة. لو حطينا هذه الأمور قدامنا أعتقد تذول العثرة. المديانيين وقعوا الشعب في كارثة كبيرة قوي. القصة بتبتدي من بلاق لما أراد أنه يستجلب لعنة الله على هذا الشعب ولم يفلح من خلال بلعام، فكان تعليم بلعام بأنه يضع عثرة أمام إسرائيل من خلال المديانيين وبنات مؤاب ذنوا وجه القضاء. بس هل جه القضاء على المديانيين الأول؟ هقول لك لا، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فلو إحنا رحنا لسفر العدد 25 هنلاقي من شعب إسرائيل مات 24,000 واحد بالوباء. ليه؟ لأنه لينا إله قدوس يكره الخطية، ولينا إله عادل، وفي إله ما عندوش محاباة. فإن كان في نقمة على إسرائيل من خلال الوباء، كان لازم يكون في نقمة على مديان من خلال الحرب. الملفت للنظر أخ أسامة أن موسى في الحرب على المديانيين يعني اختار جيش، الجيش عبارة عن 1000 واحد من كل سبط يبقى 12,000. بس الملفت للنظر أن مع 12,000 دول في شخصية واحدة بارزة راحت معه، فنحاس ابن العزار الكاهن ابن هارون. ده لسبب، لأن احنا لما نرجع لأصحاح 25 من سفر العدد بنلاقي أن فنحاس له موقف مشرف جدا في صف الرب. لما الرجل اللي من سبط شمعون اللي اسمه زمري جاب المديانية بنت رئيس صور اللي اسمها كوزبي قدام عيون الجماعة ودخل إلى خيمته، فنحاس ابن العزار الكاهن غار غيرة للرب وقتل زمري وقتل كوزبي أيضا. علشان هذا الموقف المشرف تأهل لاستخدام أكثر وأن يكون له مواقف بطولية أكثر. وأعتقد أن ده اللي بيحصل معنا فعلا، نحن عندما نبقى في صف الرب لا يكتفي الرب أن يستخدمنا في موقعة ما، لكن طالما احنا في صفه تنتقل حياتنا من موقعة إلى موقعة، من انتصار إلى انتصار، من إنجاز إلى إنجاز. واضح أنه المدنيين لهم قادة، وفي خمس ملوك في عدد 8. الخمس ملوك دول يمثلوا الرؤوس المدبرة لهؤلاء الشعوب. واحنا زي ما احنا عارفين أنه الحرب في العهد القديم هي حرب مادية فعلا، لكن تحمل لنا تعليما في العهد الجديد لما يسمى الحرب الروحية. هل هناك حرب للمؤمنين في العهد الجديد؟ نعم. هل هي حرب مادية بين شخص وشخص مع لحم ودم؟ لا، الكتاب بيقول لنا في أفسس 6 مصارعتنا ليست مع دم ولحم، لسنا في خصومة مع أحد، ولسنا في شجار مع أحد، لكن لنا أعداء روحيين. زي مين؟ زي الجسد والعالم والشيطان. والحرب ضد الشهوة وضد الخطية، دي الحرب المسيحية المقدسة التي ينبغي أن نخوضها. يعني من الخمس ملوك دول هاخد واحد زي في عدد 8 زي آوي وحور ورابع. آوي اسم معناه شهوة، معنى الاسم يعني شهوة. حور ده متاخد من الإله المصري اللي كان معروف اللي هو حورس، ودي حاجة مرتبطة بالأرواح الشريرة والنجاسة. وبعد كده رابع ده بياخد فكري لرقم 4 اللي بيمثل العالم باتجاهاته الأربعة. وإذا حطيت الثلاث أسماء جنب بعض ناخد منها ولو تعليم رمزي بسيط عن الجسد والعالم والشيطان، ودي بتمثل الثلاث أضلاع بتاع الحرب الروحية. فإحنا عندنا أعداء، عندنا عداوة مع العالم، وعندنا عداوة مع الجسد اللي فينا، وعندنا عداوة مع الشيطان. دول الثلاث أعداء اللي بيقابلوا المؤمن. والحقيقة علينا أن نظل ساهرين في هذه الحرب إلى مجيء الرب. متى ستنتهي الحرب؟ لن تنتهي إلا بمجيء الرب. وده اللي حصل، لأنه الملوك دول هم اللي جابوا وش بني إسرائيل في الأرض. طب بلعام راح مع مين؟ راح مع دول كمان. بلعام انتهت حياته مع هؤلاء، لأنه واضح أنه كان ليه عشرة معاهم. وده عايز يقول لي أن اللي ليه عشرة مع العالم والجسد والشيطان نهايته هتبقى معه. فبلعام راح مع الملوك الخمسة اللي اتمنى في يوم من الأيام أنه يموت موتة الأبرار. لا، ما ماتش موتة الأبرار، لأنه معاش حياة الأبرار. والتعليم اللي أنا أتعلمه وأتحذر منه كمان إن علشان تنتصر عليك أن تنفصل عن العالم، عن الجسد، عن الشيطان. أشار الأخ عادل لقائد الحرب، وأشرت حضرتك لملوك الأعداء. قائد الحرب كنا نتوقع أنه يكون يشوع بن نون. في سفر العدد 27 الرب بيقول لموسى أنتخب ليك مين هو القائد الحربي فعلا لامتلاك الأرض. بس هذه الحرب ما كان لهاش علاقة بامتلاك الأرض، ولا كان المطلوب أن هم ياخدوا هذه الأرض، لكن كان لها علاقة زي ما قلنا
بالانتقام، الانتقام من الخطية، وفي إله بينتقم من الخطية وهينتقم من الخطية. صحيح الدينونة هي عمله الغريب، لكن لابد من دينونة. هنا مش بنلاقي قائد الحرب يشوع بن نون، لكن بنلاقي قائد الحرب فنحاس، وبنلاقي أنه كمان أمتعة القث والأبواق داخلة في هذه الحرب. من ضمن الملوك ثور، والثور ده أبو كثبي اللي حضرتك أشرت إليها في واقعة الرجل الإسرائيلي لما أخذ كثبي. وهنا فنحاس غار غيرة للرب، وده بيورينا مش بس الله قدوس لكن الله عادل. هو يعني البنت دي عملت كده بدون مشورة أبوها وبدون مشورة أهلها وبدون مشورة مديان، هي عملت كده علشان توقع الشعب تحت لعنة، وكان لابد من القضاء. وبلعام كمان يروح في هذه الحرب في إله ديان عادل، وأرجو أنه فكرة وجود إله ديان عادل لا تعثرنا من الله لكن تكرهنا في الخطية. الشعب استضعف الإناث، استحلى الإناث، ممكن يكون كده ممكن يكون كده، فعفوا عنهم، لا مش هموتهم. وسأل لهم دي قلب المشكلة، يعني في المشكلة ديت مش مسألة إن هم إناث ولا ذكور، لكن في مشكلة المديانيين دول قلب المشكلة، دول الحاجة اللي جرتكم للغلط. فكانوا عايز يعلمنا في حاجات إحنا بنستصغرها، بنحس إن هي مش وحشة قوي، بنلتبس لها عذر، سعالب صغيرة بالضبط، بس الحاجات ديت هي اللي بتودينا ورا. الرب عايز لنا لا تشفق عينك في الحاجات ديت، اقطع علاقات ملهاش لازمة، عادات ملهاش لازمة، أماكن ملهاش لازمة، كل الحاجات دي. نتيجة هذه الحرب، لأنها حرب بحسب فكر الرب مش حرب بحسب فكرهم هم، بلاقي نتائج طيبة على الأقل نتيجتين. النتيجة الأولى أنه لم يقتل أحد من بني إسرائيل، بعكس مثلا لما بنقرأ في سفر يشوع عن الحرب على عاي اللي انكسروا فيها ومات 36 واحد من بني إسرائيل. لكن النتيجة الثانية الجميلة الغنائم الوفيرة جدا. يعني شوف لما نقرأ عن الغنائم، عندنا مثلا الغنم 675 ألف غنمة، عندنا البقر 72 ألف بقرة، عندنا الحمير 61 ألف، عندنا نفوس الناس. طبعا موسى كان إدى تعليمات إن النساء اللي كانوا سبب في مأساة بعل فغور واضطجعوا مع ذكور بني إسرائيل يقتلهم وأطفالهن، لكن ما عدا ذلك أنفس الناس 32 ألف. شوف كم الغنائم قد إيه. بعد كده هنقرأ إن الغنائم دي توزعت مناصفة النصف على الرجال اللي خارجين للحرب والنصف الآخر على كل الجماعة. بالك بالحرب اللي قادها وخاضها الرب ضد مملكة الظلمة، انتصر وثبت وكان فيه عطايا، أعطى الناس عطايا. في تقسيم الغنائم في قانون في عدد 25، وقبل ما يتم التقسيم بحسب القانون في مبدأ، المبدأ إنه لازم تتطهر كل شيء جاي من إيد الأعداء، اللي ينفع يدخل في النار واللي ينفع يرش بالمية. فبيقول في عدد أو يتطهر بالماء في عدد 21، وقال العزار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى، الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجهزونه في النار. تم تاخدوه على طول الاستخدام، ما ينفعش، ده جاي من إيد الأعداء، استخدموه ودنسوه وربما تعاملوا مع آلهتهم من خلاله، ده لازم يدخل النار يتطهر بالنار، التطهير بالنار. في حاجة تانية تتطهر بالماء، وفي الحالتين هيتم التطهير عشان تكون مقدسة للرب ومقدسة لشعب الرب. وبعدين في بقى تقسيم للغنائم، فالشعب هياخدوا النص واللي راحوا للحرب هياخدوا النص. من اللي راحوا للحرب هيتاخد واحد من كل 500 عشان يروح لألعزار، ومن اللي راح للشعب واحد من كل 50 عشان يروح للاويين. الكل هياخد، ألعزار الكاهن هياخد واللاويين هياخدوا. دي بتوريني برضو مبدأ اتحط لما قالوا بعد كده صموئيل داود في صموئيل الأول إنه نصيب الجالس جنب الأمتاعة كنصيب الذاهب للحرب. لو حبينا ناخد تعليم رمزي لينا في ضوء العهد الجديد، هناك من يخوضون الحرب الروحية في المقدمة. في خادم بيطلع الحياة بيتعب وبيسافر وبيروح وبيجي وبينتحر لأجل عمل الرب، ويمكن بيته محدش يعرف عنه حاجة. الزوجة المصلية لأجل زوجها، الأولاد اللي بيتركوا لوحدهم، تفتكر ما لهمش نصيب؟ ما لهمش مكافآت عند الرب؟
لا مش بس كده، أنا طالع من كنيسة محلية أخدم في أي مكان في أجواء صعبة، وعندي شركاء صلاة بيصلوا لأجلي في الاجتماع المحلي، هم دول برضو مش هياخدوا مكافآت؟ فنصيب الجالس بجوار الأمتعة كنصيب الذاهب للحرب. أشرت حضرتك للتطهير، للتطهير بالنار والتطهير بالمية. طب وإحنا بنتطهر بالنار ولا بنتطهر بالمية؟ الحقيقة إحنا لينا الاتنين، قلوبنا محتاجة إنها تتطهر، والكتاب يقول الكور للذهب والبوطة للفضة، بيتم إشعال النيران في الذهب والفضة علشان يتشال منها الشوائب. بس يكمل ويقول الكور للذهب والبوطة للفضة وممتحن القلوب الرب. فإحنا بنحتاج هذا النوع من التطهير اللي بيكون باجتياز ألام وتجارب بيقول عنها الكتاب علشان خاطر يمتحن إيماننا، وزي ما الذهب بيتصفى بالنار كمان المؤمنين، لكن بنتطهر بالمية، غسل الماء بالكلمة. بنشوف في خدمة غسل الأرجل اللي عملها الرب مع التلاميذ في يوحنا 13، واللي أشار ليها بولس في أفسس 5، إننا كمان بنتطهر بالمية، المية هي كلمة الله. تميز رؤساء الألوف ورؤساء المئات بشيء جميل جدا عن سائر الأفراد، فيه الغنائم فيها طبعا من ضمن المعادن النفيسة الذهب. الأفراد استبقوا هذا الذهب لأنفسهم، لكن رؤساء الألوف رؤساء المئات قدموا هذه الغنائم الذهبية اللي وصل تعدادها 16,000 شاقل ذهبي للرب. وأعتقد لفتة جميلة جدا إن إحنا مفيش حاجة تبقى عندنا غالية نحتفظ بها لأنفسنا، لكن نكون على استعداد كامل نقدم الغالي للرب. وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وألع عزار الكاهنة ورؤساء الجماعة قائلين: عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وألعالة وشبام ونبو وبعون، الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواشٍ ولعبيدك مواشٍ. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطى هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض، صعدوا إلى وادي أشكور ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما ما عدا كالب بن يفنة القنزي ويشوع بن نون، لأنهما اتبع الرب تماما. فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهوذا أنتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطاط لكي تزيدوا أيضا حمو غضب الرب على إسرائيل. إذا ارتدتم من ورائه يعود يتركه أيضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. فاقتربوا إليه وقالوا: نبني صير غنم لمواشينا ها هنا ومدنا لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض. لا نرجع إلى بيوتنا
حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه. إننا لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال لهم موسى: إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من أفواهكم افعلوا. فكلم بنو جاد وبنو رأوبين موسى قائلين: عبيدك يفعلون كما أمر سيدي. أطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد، وعبيدك يعبرون كل متجرد للجندي أمام الرب للحرب كما تكلم سيدي. فأوصى بهم موسى إلعازار الكاهنة ويشوع بن نون ورؤوس آباء الأصباط من بني إسرائيل، وقال لهم موسى: إن عبر الأردن معكم بنو جاد وبنو رأوبين كل متجرد للحرب أمام الرب، فمتى أخضعت الأرض أمامكم تعطونهم أرض جلعاد ملكا، ولكن إن لم يعبروا متجردين معكم يتملكوا في وسطكم في أرض كنعان. فأجاب بنو جاد وبنو رأوبين قائلين: الذي تكلم به الرب عن عبيدك كذلك نفعل، نحن نعبر متجردين أمام الرب إلى أرض كنعان، ولكن نعطى ملك نصيبنا في عبر الأردن. فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني رأوبين ونصف سبط منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الأموريين ومملكة عوج ملك باشان، الأرض مع مدنها بتخوم مدن الأرض حواليها. فبنى بنو جاد ديبون وعطاروت وعرعير وعطروت شوفان ويعزير ويجبها وبيت نمرة وبيت هاران مدنا محصنة مع صير غنم. وبنى بنو رأوبين حشبون وألعالة وقريتايم ونبو وبعل معون مغيرتي الاسم وسبمة، ودعوا بأسماء أسماء المدن التي بنوا. وذهب بنو ماكير بن منسى إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها. فأعطى موسى جلعاد لماكير بن منسى فسكن فيها. وذهب يائير بن منسى وأخذ مزارعها ودعاهن حووث يائير. وذهب نوبح وأخذ قناة وقراها ودعاها نوبح باسمه. الصح 32 بيكلمنا عن والشعب داخل الأرض في سبطين ونص، سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسة. السبطين دول كان عندهم اقتراح بعد ما شافوا الأرض شرق الأردن أرض خصبة وفيها مكان وفرة في المرعى للمواشي وفيها نوع من الأمان للأولاد. كان عندهم رغبة ان هم لا يعبروا الأردن مع إخواتهم ويتملكوا في الأردن، كان عندهم اقتراح ان هم يكونوا موجودين شرق الأردن، ونقلوا الاقتراح ده لموسى. موسى كان عنده رفض لهذا الاقتراح، لكن رفض مشروط: لو هتدخلوا كرجال الحرب تعاونوا إخواتكم على تملك الأرض غرب الأردن هديكم الأرض شرق الأردن. ده التقسيم الجغرافي للناس اللي شرق الأردن وغرب الأردن. لكن الفكرة الروحية لينا من خلال هذا الدرس أن عبور نهر الأردن يكلمنا عن الموت مع المسيح، كما أن عبور البحر الأحمر يكلمني عن موت المسيح لأجلي.
فهناخد من خلال دراستنا في هذا الأصحاح بعض الدروس العملية والأدبية التي تنتج عن عدم التمتع عملياً بفكرة الموت مع المسيح من خلال الوجود شرق الأردن، أو التمتع روحياً بالموت مع المسيح من خلال الوجود غرب الأردن. يمكن لما زي ما حضرتك أشرت أخ عياد، لما السبطين والنصف أشاروا على موسى بهذا الاقتراح، موسى تخوف لحسن يحصل زي ما حصل زمان قبل كده لما أرسل الجواسيس علشان يتجسسوا الأرض، ورجع الجواسيس العشرة وصدم قلب الجماعة عن امتلاك الأرض. والجواسيس وقتها قدموا يعني زي ما تقول حيثياتهم بأن سكان الأرض طوال ضخمين وأن المدن محصنة، فوضح في حيثياتهم عدم الإيمان والخوف من سكان الأرض. لكن هنا السبطين كأنهم بيقدموا حيثية جديدة للبقاء في شرق الأرض، المصلحة والمنفعة والأولاد، تكون الأرض دي خصبة للمواشي. وأعتقد كتير قوي ما بيكون من ناحية عدم الإيمان والخوف معطل للامتلاك والتمتع بالبركات الروحية، لكن من جانب التاني برضو بنشوف أن كتير جدا ما تكون مصالحنا الشخصية والاهتمام بما يخصنا نحن مش باللي بيخص الله وأمور الله معطل أيضا للتمتع بما لنا من دائرة البركات الروحية. الحقيقة اللي هم بيقولوه sounds logical زي ما بيقولوا، شكله منطقي، يعني عايزين مصلحة مواشيهم وولادهم أكل العيش والكلام ده. النهاردة ده هي القضية قضية أولويات، مين الأول، أنا ودنيتي وعيالي ولا الله وأموره؟ الحقيقة اللي بيحط الله وأموره الأول ما بيغلبش في التانية. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها مش هتتحرموا منها، لكن هذه كلها تزاد لكم. اللي بيقلب الأولويات بتاعته هي دي المشكلة. الحقيقة هم مش قلبوا أولوياتهم بحيث يحطوا مصلحتهم في الأول والله في الآخر. ياريت دول حطوا المواشي في الأول وولادهم بعد كده والله في الآخر. اتقلبت خالص معاهم. وهل دي خطة الله الأصلية؟ الحقيقة مش دي الأرض اللي المفروض يمتلكوها، مش دي أرض كنعان المفروض يعبروا الأردن. الأرض دي جت منين؟ كانوا هيعبروا بأقدامهم فقط في أرض سيحون وعوج ملكي الأمورين، كانوا يعبروا بأرجلهم فقط. ولما الملوك دول رفضوا عبور الشعب اضطروا للحرب فجت هذه الأرض. بقول كده لأنه بعض المؤمنين بيستسهلوا فكرة الخطة البديلة. الله له مشيئة رئيسية، بس ماذا لو لم أفعل المشيئة الإلهية؟ خلاص كده ربنا شطب على حياتي وشطب على دنيتي، واللي عنده خطة بديلة. طب هل ده يعني مرضي بالنسبة لك أنك بدل لما تعيش مشيئة الله الأصلية بالنسبة ليك تخلي الرب يشقلك طريق فرعي؟ النمو الروحي والتكريس القلبي والنضج دي تحتاج لحرب وتحتاج لجهاد وتحتاج لترتيب أولويات زي الأخ عصام كان بيتكلم. يعجبني جدا الإشارة اللي حضرتك أشرت إليها أنهم حطوا مواشيهم الأول، هم بيدوروا على المواشي. طب والأطفال آخر حاجة، يعني آخر حاجة نفكر فيها الأطفال. لكن في عدد 24 بيقول لهم موسى ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لمواشيكم. ترتيب لازم يجي الأطفال الأول والمواشي بعد كده. فهم عجبني جدا ردهم، يقولوا أطفالنا في عدد 16 أطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك، حتى وإن كانوا هيكون موجودين هناك. ودي برضو سقطة هنعرف دلوقتي تفاصيلها، لكن على الأقل بدأ يكون في نوع من التفكير الأطفال الأول. أنا لو عايز أخد درس عملي ليا، أنا بحط نفسي فين وعيالي فين الأول؟ يعني اللي عايز يغير مكان سكنه، ناس كتير جدا مش مشكلة أنك تغير مكان سكنك، مش خطية، بس وإنت بتغير مكان سكنك بتحدد هل المكان ده في حاجة تبني أطفالك روحين؟ هل قريب من الاجتماع؟ هل قريب من مصادر تعليم وتشجيع لأولادك روحيا؟ ولا ممكن تاخد عيالك بعيد عن أي دائرة بركة وبعدين أنت نقلت عشان عيالك، عيالك مش هتلاقيهم بعد كده. إيه المشكلة في وجود شرق الأردن؟ أنا قلت شرق الأردن يعني لم يختبر الموت مع المسيح. ده شرق الأردن أنت أبعد ما يكون عن المكان اللي هيكون فيه اسم الرب. اسم الرب فين؟ في أورشليم بعد كده. هتكون أبعد ما يكون عن مكان البركة. شرق الأردن ده لما نعرف بعد كده في سفر يشوع 22 إن بتوع شرق الأردن عملوا مذبح. طب ما أنت ناسي إنه في حاجة اسمها خيمة الاجتماع، وناسي بعد كده إن في مكان يختاره الرب علشان يحل اسمه فيه. احنا نستقل يعني علشان هنتعب رايحين جايين، خلينا هنا
وده الاستقلال وده الضياع. شرق الأردن ده هو اللي بعد كده اللي وقع في إيد ملك أرام، لما جه ملك أرام وعبر على الشعب جه على الأرض ديت. فشرق الأردن دايما هو فريسة في إيد الناهبين وفي يد الأعداء، والاستقلال الفكري والروحي عن الله. يعني أبعد ما يكون عن المذبح والهيكل، وأقرب ما يكون للثبي والخطر. وده بيوريني المؤمن اللي بيكتفي روحيا علشان عنده مطامح زمنية. وأنا ما أقدرش أكون إلا مكتفي روحيا طامح زمنيا، أو طامح روحيا مكتفي زمنيا. بشوف بولس نموذج رائع في فيليب 3، بشوفه طامح روحيا. لست أحسب نفسي أني نلت أو أدركت، أسعى لعلي أدرك. عنده طموح روحي. في فيليب 4 عنده اكتفاء زمني. تعودت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. دول عندهم طموح زمني أدى بهم إلى اكتفاء روحي. ما الداعي للعبور الأردن؟ ما الداعي لامتلاك أرض كنعان؟ هنا حلو، هنا مصلحتنا، هنا شغلنا. وأنا كمؤمن يا ترى عندي الطموح الروحي ولا مطامح هذا الزمان وأطماع هذا الزمان خلتني أكتفي بما أنا فيه روحيا؟ الحقيقة عايز أضيف حاجة على موضوع الأولاد والحاجات ديت من عدد 14، بيقولهم فهوذا أنتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطاط. إيه اللي زرعوا آبائهم فيهم؟ من البداية عايز يقول لهم زرعوا أن أمور الله ديت بالنسبة لكم ولا حاجة. فهو ده اللي نشأ في هذا الأولاد. إحنا بنزرع إيه في أولادنا؟ مشكلة كبيرة. مرات يقول لك لا، ما هو الغنم أو المواشي ديت معمولة عشان خاطر أولادنا، اعمل زي ما أنت عايز، بس أنت عارف أنت زرعت فيهم إيه؟ زرعت فيهم من طول عمر الأمور ديت، الأمور المادية أهم بكتير جدا من الأمور الروحية. وادفع الثمن بعد كده، ادفع الثمن عصيان منهم كأولاد، ادفع الثمن منهم تمرد، ادفع منهم الثمن منهم بعد كده سقوط في الخطأ، وعالج بقى وادفع ثمن الكلام دوت كتير. بالإضافة لذلك أخ عصام، المفروض إن دول الأولاد الموعودين يدخلوا أرض الموعد، لكن نتيجة تصرف الآباء من السبطين ونص بقي الأولاد في شرق الأردن ولم يروا ولم يتمتعوا بأرض كنعان. وأعتقد أن الآباء كثير زي ما حضرتكم أشرتم بكلهم دور في تنشئة أولادهم عندما يكون القلب على الأمور المادية. أفتكر يعقوب اللي كان قلبه على الغنم والبقر والجمال إلى آخره، اتفرجهم على أولاد يعقوب لما تقروا من سفر التكوين وانتوا شوفوا قد إيه فعلاً لم يحمل تأثيرا طيبا. وعيال يعقوب منهم القتلة ومنهم الزاني، أعتقد يعني فشل في تربية أولاد. عجبني الروح القدس في آية 11 وآية 12، وكأنه انجاز لي التعبير بيتلكك لذكر الأتقياء. ربما لو أنا بثرد هذه القصة ما جبش هذه الأسماء، لكن الروح القدس بيخلد مرة تاني هذه الأسماء. ففي عدد 10 بنشوف غضب الرب على أباء هذا الجيل أنهم مش هيدخلوا الأرض، يقول لأنهم لم يتبعوني تماما. بس أول ما يجيب سيرة الأرض يقول أنا أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأول ما يجيب الجيل الأباء اللي لم يتبعوا الرب تماما يجيب سيرة اثنين، كالب بن يفنة ويشوع بن نون، ويقول لأنهما اتبعا الرب تماما. هو سجلين، يا إما أنا في سجل الشرف يا إما أنا في سجل الخجل والخذل. الاتجاه ناحية الشرق أو الموقع ناحية الشرق ده في خطورة روحية. مش بتكلم عن الكلام الجغرافي، بتكلم على الناحية التعليمية الرمزية في كلمة الله. فكر الله دايما أن الشعب ينتقل من الشرق إلى الغرب، فهم جايين من مؤاب وبعدين هيعدوا نهر الأردن ينتقلوا إلى غرب الأردن. ففكر الله ليهم أن خط سير البركة يجي من الشرق إلى الغرب. وحتى لما خيمة الاجتماع تتبني أو تنصب لازم يكون الباب ناحية الشرق، يعني اللي داخل لازم يدي ظهره للشرق ويروح داخل ناحية الغرب. ليه؟ لأن الشرق في الكتاب بيكلمنا عن مصدر الشر وعن الشر. نعرف أنه لما طرد الإنسان من الجنة أقام شرقي جنة عدن، ولما قايين هرب من لدن الرب راح ناحية الشرق. سفر حزقيال نعرف أنه كان في ناس بيعبدوا الشمس وظهرهم تجاه بيت الرب ووجوههم تجاه الشرق. طب عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن دايماً الشرق عكس اتجاه البركة في الناحية الرمزية في الكتاب. ربنا عايزك تنتقل تعبر نهر الأردن علشان تختبر الموت مع المسيح. طب في قصة الأولاد والشرق والغرب، أفتكر نعمي
لما حصلت المجاعة في سفر الرعوس، وقررت عشان خير عيالها خير أولادها إنها تمشي من الغرب تروح الشرق. طب على فين؟ قالت على مؤاب. مؤاب دي ناحية الشرق، بس ربنا كان قايل تيجي من الشرق للغرب عشان تاخد البركة. قالت أنا عشان العيال، وأنا فكرك هاجر عشان نفسي، ههاجر عشان العيال. طب هجرت عشان العيال وراحت ناحية الشرق، بس كانت التكلفة باهظة جدا. عيالها اللي راحت علشانهم ناحية الشرق خسرتهم، خسرت زوجها، خسرت عيالها، ورجعت فاضية مش ما معاش حاجة خالص. الدرس العملي: اوعى تفرط وتسيب محضر الرب وتسيب أرض البركة عشان خاطر عيالي، عشان خاطر أأمن مستقبل عيالي. عيالك ومستقبل عيالك وبركة بيتك وبركة شغلك كلها بالارتباط برضا الرب، دايرة رضا الرب، المكان اللي ربنا شاور لك عليه. روحي وجسمي سيدي أمانة، أوكلتني بأن أصونها لك، أردتني بأن أكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخصك. نداء العالم قوي قوني كي أنكر النفس وأحيا ملكك، مكرسان نفسي لك، مضاعفان حبي لك، ممتلئان بروحك، أسير خلفك. فاتورت يوما لك محبتي، أو إن أنا أنكرتك التفت إلي، دعيني ألا تبتغي دنيا الغنى، بل باكيا أجدد العهد الوفي. وإن ظننت أن حبي كامل، زده ليسمو مثل حبك الغني. مكرسان نفسي لك، مضاعفان حبي لك، ممتلئان بروحك، أسير خلفك. مكرسان نفسي لك، مضاعفان حبي لك، ممتلئاً بروحك، أسير خلفك. هذه رحلات بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر بجنودهم عن يد موسى وهارون، وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب. وهذه رحلاتهم بمخارجهم: ارتحلوا من رامسيس في الشهر الأول في اليوم 15 من الشهر الأول، في غد الفصح خرج بنو إسرائيل بيد رفيعة أمام أعين جميع المصريين، إذ كان المصريون يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل بكر، والرب قد صنع بآلهتهم أحكاما. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت، ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام التي في طرف البرية، ثم ارتحلوا من إيثام ورجعوا على فم الحيروث التي قبالة بعل صفون، ونزلوا أمام مجدل، ثم ارتحلوا من أمام الحيروث وعبروا في وسط البحر إلى البرية، وصاروا مسيرة 3 أيام في برية إيثام، ونزلوا في مار، ثم ارتحلوا من مار وأتوا إلى إليم، وكان في إليم 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك. ثم ارتحلوا من إليم ونزلوا على بحر سوف، ثم ارتحلوا من بحر سوف ونزلوا في برية سين، ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في دفقة،
ثم ارتحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش، ثم ارتحلوا من ألوش ونزلوا في رفيديم، ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ثم ارتحلوا من رفيديم ونزلوا في برية سيناء، ثم ارتحلوا من برية سيناء ونزلوا في قبروت حتى أوى، ثم ارتحلوا من قبروت حتى أوى ونزلوا في حضيروت، ثم ارتحلوا من حضيروت ونزلوا في رثمة، ثم ارتحلوا من رثمة ونزلوا في رمون فارس، ثم ارتحلوا من رمون فارس ونزلوا في لبنة، ثم ارتحلوا من لبنة ونزلوا في رسة، ثم ارتحلوا من رسة ونزلوا في قهيلاتة، ثم ارتحلوا من قهيلاتة ونزلوا في جبل شافر، ثم ارتحلوا من جبل شافر ونزلوا في حرادة، ثم ارتحلوا من حرادة ونزلوا في مقهيلوت، ثم ارتحلوا من مقهيلوت ونزلوا في تاحت، ثم ارتحلوا من تاحت ونزلوا في طارح، ثم ارتحلوا من طارح ونزلوا في مثقة، ثم ارتحلوا من مثقة ونزلوا في حشمونة، ثم ارتحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت، ثم ارتحلوا من مسيروت ونزلوا في بني يعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد، ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطباط، ثم ارتحلوا من يطباط ونزلوا في عبرونة، ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا في عسيون جابر، ثم ارتحلوا من عسيون جابر ونزلوا في برية سين وهي قادش، ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم. فصعد هارون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب، ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في الأول من الشهر. وكان هارون ابن 123 سنة حين مات في جبل هور. وسمع الكنعاني ملك عراد وهو ساكن في الجنوب في أرض كنعان بمجيء بني إسرائيل. ثم ارتحلوا من جبل هور ونزلوا في صلمونة، ثم ارتحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون، ثم ارتحلوا من فونون ونزلوا في أوبوت، ثم ارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم في تخم مؤاب، ثم ارتحلوا من عييم ونزلوا في ديبون جاد، ثم ارتحلوا من ديبون جاد ونزلوا في علمون دبلتايم، ثم ارتحلوا من علمون دبلتايم ونزلوا في جبال عباريم أمام نبو، ثم ارتحلوا من جبال عباريم ونزلوا في عربات مؤاب على أردن أريح، نزلوا على الأردن من بيت يشيموت إلى آبل شطيم في عربات مؤاب. وكلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريح قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، وتمحون جميع تصاويرهم، وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة، وتخربون جميع مرتفعاتهم، تملكون الأرض وتسكنون فيها، لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها، وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم، الكثير تكثرون له نصيبه، والقليل تقللون له نصيبه، حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له، حسب أصباط آبائكم تقتسمون. وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم، يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم،
ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها، فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم. هذا الأصحاح الجميل، أصحاح 33، نقدر نقسمه لفكرتين. الفكرة الأولى الأعداد من 1 لـ49 بيتكلم عن رحلات بني إسرائيل في البرية. الفكرة الثانية الأعداد من 50 لـ56 الأمر بإبادة الكنعانيين. أما عن رحلات بني إسرائيل في البرية، بنفاجأ ويعني بشيء ممتع أن الرب يسجل هذه الرحلة في كل الخطوات التي مروا بها. في سفر أيوب آية جميلة بيقول فيها الكاتب: أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي؟ قد كده إحنا غاليين على قلب الرب؟ طبعاً، لأن الكتاب يقول أيضاً كل طرقي عرفت، بيسجل كل حاجة. فهنا بيسجل لهم ترحالهم بداية من اليوم 15 في السنة الأولى للخروج، الرحلة من رعمسيس لحد ما يوصلوا لآخر محطة هي محطة عربات مؤاب. وفي هذه الرحلة بنشوف أن الرحلة دي تحمل للشعب أماكن فيها ذكريات طيبة، زي مثلاً عندما يتذكروا ما حدث في فم الحيروث لما تزنقهم فرعون وراهم والبحر قدامهم، والرب يشق لهم البحر ويعبروا البحر الأحمر كما على اليابسة. يشوفوا كمان ذكرى طيبة مثلاً في إيليم بعد ما حدث من مرة، في مرة يشوفوا الـ 12 عين مية والسبعين نخلة، وهكذا قص على ذلك محطات فيها ذكريات طيبة. بس في محطات تانية فيها ذكريات مؤلمة، يعني لا ننسى تذمرهم في برية سين، في برية رفديم، لا ننسى ما حدث في سيناء وقضية العجل الذهبي، دي أعتقد ذكريات مؤلمة. وأعتقد أن في حياة كل واحد مننا كمؤمنين توجد طبعا الكثير من الذكريات الطيبة، بس توجد أيضا ذكريات مؤلمة، ويتمنى المؤمن لو أمكن أن تمحى هذه الذكريات المؤلمة، لكن هيهات. موسى نفسه كاتب هذه الأسفار في حياته ذكريات مؤلمة، ما حدث في مريبة عندما فرط بشفتيه وضرب الصخرة بدل أن يكلمها، ولذلك حرم من دخول الأرض. لو كان بالإمكان أن تمحى هذه الذكرى المؤلمة من حياة موسى، لكن ما بيحصلش. وأعتقد من دي إحنا نستفيد درس في غاية الأهمية. علينا أن نحترص جدا أن نكون مرضيين عنده، علشان لا يمتلئ سجل حياتنا بالذكريات المؤلمة، لكن يكون فيه أكثر بكثير ذكريات مضيئة كنا فيها لمجد الله ولبركة إخواتنا مستخدمين ونافعين. تتذكر كل الطريق التي ثار بها الرب إلهك، هو كان ماشي قدامهم وكان بيقودهم محطات كثيرة زي ما حضرتك أشرت. لكن أحب كمان تقسيمة لهذه الرحلات. الرحلات بدأت من آية 5: فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت. وخليني أقول محطة رئيسية إلى أن وصلوا إلى برية سيناء، يعني من آية 5 إلى آية 15 اللي بتقول ثم ارتحلوا من رفيديم ونزلوا في برية سيناء. هذا الجزء اللي في 10-11 آية أقرأ هذه الرحلة بالتفصيل في سفر الخروج. وبعد كده من آية 16: ثم ارتحلوا من برية سيناء، عايزهم يوصلوا لحد برية قادش في آية 36. ثم ارتحلوا من عصيون جابر ونزلوا في برية سين وهي قادش، ومن هنا أرسل موسى الجواسيس ليتجسسوا الأرض. هذه الرحلة مسجلة في الأصحاحات 10 الأولى من سفر العدد. ثم من قادش إلى أن وصلوا أخيرا إلى عربات مؤاب في عدد 49، نزلوا على الأردن في بيت بشيموت إلى إيل شطيم في عربات مؤاب. هذه الرحلة مسجلة من سفر العدد أصحاح 10 آية 11 إلى سفر العدد أصحاح 22، وبعد كده من سفر العدد أصحاح 22 للآخر كل هذه الأحداث اللي تمت في عربات مؤاب. زي ما قلت، محطات للتذلل زي مارة، محطات للبركة والراحة زي إليم، محطات للأحزان زي جبل هور لما مات هارون. عدد 3 يبتدي تأريخ الرحلة في غد الفصح، ده البداية الحقيقية بتاعتهم.
قبل كده لا العبودية ما تذكرش خلاص مش في حسبة ربنا. وكان عايز يقول بداية علاقتك الحقيقية بالله هي اليوم الذي تقترب في المسيح للمسيح كالفصح الحقيقي. الحقيقة الرحلة ديت يعني بكل محطاتها بكل معاني أسماء المحطات دي عايزة قصة لوحدها. يعني لو قعدنا بس ندرس الرحلة بخطواتها بمحطاتها بمعاني أسمائها باللي حصل مع الشعب لنا فيها دروس، لأن احنا ماشيين في نفس الرحلة في نفس العالم اللي ماشى فيه الشعب، ولنا دروس روحية من الرحلة دي. بس أنا واقف قدام حاجتين، الحاجة الأولى أن الكتاب لما سرد لينا الرحلة تاني ده مش تكرار عديم الفائدة إطلاقاً. الباحث المدقق هيكتشف أنه الروح القدس في سفر العدد ذكر الرحلة بمحطاتها لكن أضاف بعض المحطات اللي ما جاتش في سفر الخروج. احنا عرفنا أنه سفر الخروج جاب لنا الرحلة دي ماشية إزاي. هدي بس مثال في عدد 12 عن مكانين. المكان الأول اسمه دفقة، لما قال ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا إلى دفقة، ثم ارتحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش. هاخد دفقة، دي ما جاتش في سفر الخروج في الرحلة وهنا أضافها. والدرس الأول إن إحنا علشان نعرف حاجة في الكتاب ما خدش جزء، لكن علي أن أبني معلومتي على كل الكتاب، الكتاب كله والكتاب وحده. فأنا عندي أجزاء في سفر الخروج وأجزاء في سفر العدد تكمل الفكرة، أخد ديت وأخد ديت. الحاجة الثانية إنه معنى كلمة دفقة يعني سوق المواشي. طب إيه اللي حصل في المنطقة ديت القريبة من رافديم؟ اللي حصل إن الشعب عطش للمية، والشعب في عطش للمية الحقيقة يعني تذمر على الرب. طب ليه ما جاتش في سفر الخروج؟ يعني الاسم المدينة ديت، لأن سفر الخروج بيتكلم من جانب نعمة الله وقدرته في سداد أعواز الشعب وهو مطلعه من أرض مصر، لكن سفر العدد بيبين لينا مسؤولية الإنسان. ومسؤولية الإنسان كشفته أنه زي ما الحيوانات المواشي ما يشغلها هو فقط الأكل والشرب، نأكل ونشرب، بس أنت يا شعب أنت طالع عليك أن تتعلم أن هناك أكل آخر وطعام آخر، فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. سفر العدد كشفهم أن هم كان عندهم ما رغبة لسداد أعوازهم الجسدية فقط، لكن الله عنده رغبة أخرى ومشيئة أخرى، مش بس يسد أعوازهم الجسدية لكن يدربهم ويدرب نفوسهم ويطلع مصر من قلبهم لغاية ما يطلعهم ليه شعب مقدس يدخل الأرض. وللأسف ما تعلموش الدرس، وطول 40 سنة مشوا في 42 محطة ثبت فيها جهلهم وتعبهم وفسادهم وبأكثرهم لم يسر الله. و42 محطة. لو رحنا العهد الجديد في افتتاحية إنجيل متى هنلاقي 42 جيل يمثلوا خط سير الناس لغاية ما يجي المسيح. بس تبارك اسمه بقى، ده اللي جه والإنسان الكامل اللي نفذ كل مشيئة الآب وتمم مشيئة الآب، والآب يقول عنه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فالشعب فشل في 42 محطة، المسيح في حياته كلها أشبع وأدخل السرور إلى قلب الله الآب. بيفكرهم بالماضي مش علشان يعيشوا في الماضي خرقانين. في ناس كل حياتها عبارة عن يفتكروا اللي فات، لكن في عدد 50 و51 نعرف ليه هو بيفكرهم باللي فات. بيفكرهم باللي فات علشان خاطر اللي جاي. وكلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحة قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. وكأنه عاوز يقول لهم افتكروا الماضي، هتعرفوا أنه في إله أمين رغم عدم أمانتنا علشان اللي جاي. ما تعيش في الماضي لكن انظر للي جاي. بولس قال: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. عزيزي المشاهد، ندعوك لمتابعتنا في دراستنا لأسفار العهد القديم. فأسفار العهد القديم كلها تشهد عن شخص المسيح. هذا ما قاله المسيح عندما أرجع اليهود لأسفار العهد القديم، قال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي.